خمس كلمات جديدة في قائمة الأخطاء الشائعة في النطق أو common mistakes in pronunciation. الكلمة الأولى تنطق entrepreneur بمعنى رائد أعمال، تنطق شبيهة باللغة الفرنسية، والنطق الصحيح مرة أخرى entrepreneur. الكلمة الثانية بمعنى عربة تنطق vehicle، vehicle، ال H silent في منتصف الكلمة. الكلمة الثالثة بمعنى مراهقة تنطق adolescence، adolescence. الكلمة الرابعة بمعنى رادار لكن تنطق في الإنجليزية بشكل مختلف ونطقها الصحيح radar، radar. الكلمة الأخيرة بمعنى محطة ترانزيت تنطق في الإنجليزية transit، transit.